إذا مشاهدينا، هذه الصور التي نراها هي مشاهد لاستمرار النزوح من أوكرانيا مع استمرار طبعا الحرب لليوم الخامس على التوالي. وكالة تاس قبل قليل كانت تحدثت عن نزوح أكثر من 127 ألف شخص من منطقة دونباس إلى روسيا، يعني أنهم نزحوا شرقا بعدما كان الحديث بأنه أو الخطة أو الطريق المعتاد للنزوح هو غربا للهروب من عمليات القصف، ولكن على ما يبدو بأنهم نزحوا شرقا إلى روسيا. وطبعا هذه الصور التي نراها هي صور حية لأوكرانيين، عائلات، أطفال أيضا يعني ينزحون أو يحاولون النزوح من أوكرانيا في اليوم الخامس لهذه الحرب، طبعا وسط تساقط شديد للثلوج كما نرى، حتى الظروف المناخية صعبة جدا أيضا تصعب ربما حياة هؤلاء المدنيين الذين يحاولون الهروب من القصف ومن النيران ومن مراكز الاشتباك في هذه الحرب.